أي في أي يوم من الأيام يمكنك أن تقصد إلى الله سبحانه وتعالى في عمل واحد في جميع الأعمال. سبحان الله، هو هذا أنت شربك للماء، إذا قصدت به قربه قد يكون في بعض الأحيان شنو أحسن قصد وعبادة ووصول وما شابه ذلك، بس بشرط أن لا يكون محرما، فأن المحرم لا يتقرب به إلى الله. جزاك الله خير الجزاء.